نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تسجيل الدخول على تطبيقكم تيليجرام. قم بالضغط هنا على ضبط إعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيليجرام. سوف يظهرنا على هذا الشكل، سوف نقوم بالضغط عليه. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيليجرام. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيليجرام. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.